لما 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 يا نصر موعدنا في القمة يا نصر وين قوم يا زعيقي زعيقي قوم حبيبي اليوم التدريب قوم يابا وين هذا الحركات كل يوم سوي فيها طنبك طنبك واني يتوزع عني يابا 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 اشتبي اشتبي صحيت كل يوم تروعني من الصبح اشتبي انا الحين يبا اسف توقعت انك انت صاحي دام نايم خلاص اخليك واجيك وقت تعال تعال اشتبي انا بس بفهم شيء واحد يبا وشلون تنام هناك ما تنام على السرير ليش؟ انا هنحاش منك شو اسوي فيك؟ لازم انام مني 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 عشان انت تأديني من الصبح تروعني تخرعني والله ترى ادعي عليك دعوه اما اخليك تقعد من الصبح لا ارجوك ارجوك انا ابوك ارجوك ارجوك يبا لا انا ما يجوز انا اكون عاق والدين خلاص اترك واجي لك وقت اخر تعال قول اشتبه يبا الحقيقه يعني ودي افتحك في الموضوع هاي الموضوع اليوم راح تقابلون الزعقيين العالمي انت وجهي قد اقلب وجهك بس انتوا راح تقابلوا انتوا حال مين انتوا راح تقابلون الهلال هذا الزعيم الزعيم تعرف شنو الزعيم يابا 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 ارجوك ارجوك يابا الا العالمي الا العالمي الزعيقي ارجوك رجع خلاص خليني اخسرك يابا هذا الازرق اذا لعب جهزوا كأس العرب يا حبيبي عالمي 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 مو محلي احمد ربكم احمد ربكم احمد السلطان يتبع لكم ولا قسما بالله تبيعون جح عند الباب جح انا اقول لك راح خيبة العمر من الحكا خيرا الليلة في الليل اذا ما نصك طال عمرك بخمسة خمسة 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 والعالمي العالمي يلعب لعب وانا اقول لك خمسة وخميسة على الازرق على الهلال يابا لا تخليني اخسرك يابا لا تخليني اخسرك يابا ايه ترى انت لاعب كرة ومعروف سابقا فرجاء يعني طبعا إيه؟ طبعا لاعب كرة وافهم بالكرة احسن منك لا نلعب تعرف لا بلعب في كأس اسيا ايه وكل الكؤوس في اسيا في اوروبا نلعب ونلعب ونلعب لكن نخسر بعض الأحيان في شيء؟ لا ما في شيء يا زعيقي ما في شيء يا زعيقي ما في شيء لكن الوعد الليلة الوعد الليلة أبو خميس الوعد الليلة وكعلان موجود الوعد الليلة هين هين نشوف هين في شيء؟ لا ما في شيء أقول راح بس